بالنسبة للقانون أنا في تصوري مجلس يمرر نعم يمرر مجلس النواب راح يستمر على باتجاه التمرير أي طبعا والقوى طبعا المعارضة والقوى المعارضة راح تتحرك في الشارع زين بس نرجع المربع الأول للتظاهرات طبعا 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 هذا ما أظن راح يصير تصعيد كبير لأنه التيار الصدري على رأس السيد مصطفى الصدر ما قرر أنه ما يصعد المواجهات يعني وهو نطى راح ينطي المجال زين ولكن لأنه بنفس الوقت هو اللي انسحب من البرلمان يعني فبالتالي يعني ما يقدر يعني هو لو كان موجود في داخل البرلمان بحث آخر يعني أدخل إلى التوازن الخارجي وبين الخلافات الداخلية والدعم اللي تحظى بحكومة السيد السوداني غير مسبوق ندخل بهذا الملف لكن أعتذر من جنابك أروح لهذا الفاصل نعم. ونكمل إذا مشاهد الفاصل رحني شوية راجعي